زينة محمد محاسب معتمد لانترباط رئيس المنظمة النقابية للمحاسبين في المغرب. إذا هذه الوقفة الاحتجاجية لليوم جاءت إطراء المقتضيات الشرعية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون 2023 خاصة المادة 15 مكرر و 45 التي تروم الاقتطاع من المنبع بكانتو بضربة 20% من رقم المعاملات، وهو تضريب تنعتبره لعدة اعتبارات. أولا هو أنه غير دستوري، مخالف المادة 39 والتي تروم أن تحمل الجميع للجبايات. ثانيا أنه جاء في مقاربة غير تشاركية، وهو تنزيل أحادي من طرف الحكومة بدون استشارة ومشاركة جميع المهن والهيئات التي المعنية بهذا الاقتطاع. أخص بالذكر هنا المحاسبون المعتمدون، الخبراء المحاسبون، المهندسون، الموثقون، العدول، المحامون، المساح التوبوغرافيين، الأطباء، الصيادلة إلى غيره. هذا الاقتطاع هو اقتطاع جديد في المنظومة الجبائية المغربية، حيث المعروف أن الضريبة تؤدى على الربح الصافي ولا تؤدى على رقم المعاملات. فتضريبة 20% هذا يعني أن جميع المكاتب المحاسباتية تحقق ربح 100% بدون. إذن هنا الاقتطاع هذا لا يحتسب جميع المصاريف الضخمة التي تحملها المكاتب المحاسباتية، مما يهدد إذا مر هذا المقتضى هذا يهدد لا ستابيليتي ديال لا تريزوري ديال خزينه المكاتب المحاسباتيه التي لا تقوى بعدها الاداء جميع المستحقات ديالها، سواء الضريبيه او المستحقات ديالها فيما يخص اداء المستحقات المستخدمين الى اخره. اذا هذا التدريب هذا هو تدريب غير دستوري، تدريب احادي الجانب، وهو في اعتبارنا يعتبر سينسولت، هو ابيزاسيون ديريكت اكتي من الحكومه الى هذه المهن، باعتبار انه ما كاينش هناك ثقه ما بين الاداره الضريبيه او الحكومه وما بين هذه المهن هذه. فلهذا يلزم الالتجاء الى هذا التدريب من المنبع. ودوليا الغوتني لاسوت او التدريب من المنبع الخاص من المنبع هو واحد المقتضى الذي يخص خاصه المداخيل بما يخص الصالير اللي فالور الموبيليير. هذا كمعطى جبائي دولي. هذا المعطى الجديد في المغرب هو سابقه في الجبايات في الجهات المتعارف عليها دوليا. وهناك سابقه ان تونس مثلا حاولت انها دير هذا الاقتطاع الضريبي على الشركات، خاصه الشركات اللي تدير الامبورطاسيون. وحنا تنشوفوا كيف الاقتصاد التونسي اطرى هذا التدريب. اذا مجموعه هذه المعطيات والمعطيات اخرى فيقف اليوم المحاسب المعتمدون وقفه تنديد وتشجيب لهذا المقتضى الجديد، ويطالبون بسحب هذه الماده 15 مكرر من داخل الصالون. عبد العالي عروب، محاسب ومعتمد من مدينه فاس. حنا جينا هنا باش نوصل واحد الرساله للمسؤولين، خاصه وزاره الماليه، باش نحسوا بهذه الماده، خطوره هذه الماده 15 مكرر من مشروع القانون الماليه ديال 2023، اللي هي عباره عن اقتطاع جديد من المنبع كيتحدد ب 20% على المهن الحره. كيف كتعرفوا بان المهنه الحره هو انتاج، هو مهني حر كينتج، وهذاك الدخل ديالو غادي تمشي له 20% زائد الاقتطاعات الاخرى اللي تقدر توصل بعض الاحيان حتى 90%. وهذا كيشكل خطوره لا على المعاش ديالو، لا على الاسره، لا على الاستثمار، لا على جميع المحيط بهذه العمليه. وبالتالي اكرر، نحن هنا نستنكر ونشجع من خلال هذه الوقفه وهذا الاحتجاج باش الاداره المعنيه تسحب هذا المشروع على الاقل، باش تشوف في حلول اخرى بديله ماشي حلول تقييديه. وكنلتمس من خلال هذه الوقفه ان الحس ديالنا والصوت ديالنا يوصل للجهات المسؤوله، بهكا يمكن تلقى واحد الحل اللي هو يكون مناسب ومرضي للجميع، وتراعي الظروف والوضعيه الاجتماعيه خاصه في ظل الازمه الاقتصاديه وغلاء المعيشه اللي كيعيشوه جميع الطبقات الشعبيه. حنا جوج من افراد هذا المجتمع، ونحبوا بان هاد الناس يحسوا بنا ويحسوا بهذا المجتمع. راه حنا تقهرنا، وحنايا الحال يغني عن السؤال.